نقول احنا في ثلاث حاجات رئيسيه اللي هو النشويات والدهون والبروتين، ثلاث حاجات اهو. النشويات محتاجينها في الوجبه بنسبه 50% ما لا يقل عن 50%، هي الأساس. اقل من كده. لكن احنا دلوقتي لو بصينا على معظم الانظمه الغذائيه اللي موجوده ومنتشره في مجلات وحاجات مشهوره، يعني انت بالفعل تبص عليها كده بتشتغل بتحارب الجسم. يا جماعه عايزين نفهم ان الجسم ده عامل زي الطفل الصغير بالظبط، لو ادينا له كل احتياجاته هيبقى زي الفل كده معانا، وهيخلينا نقدر نمارس حياتنا بشكل طبيعي. هيبقى في طاقه، هيبقى في باور، هيبقى في نشاط، الناس هيبقى في استمتاع بالحياه لو احنا ادينا له اللي هو عايزه. لكن الطفل لو مش ادينا له احتياجاته ايه اللي هيحصل؟ هيفضل يزن. مش هيزن بس، يا ريت يزن، اتمنى ان هو يزن، لكن ده هيمسك في زماره رقبتك، انا مش هيسيب يعني. ايوه صح. فهي الفكره كده بالظبط، يعني هو الجسم ده عامل زي الطفل الصغير، اديتي له كل الاحتياجات بتاعته هيبقى مبسوط منك وهيسمع كلامك وتقول له روح هيروح تعالى تعالى وهكذا. ما اديتلوش احتياجاته ايه اللي هيحصل؟ هيحاربك زي ما انت بتحاربيه بالظبط، وكل شويه ينكد عليك وكل شويه يزن عليك وكل وهكذا. نفس الجسم هيحاربك بالظبط. يعني فاحنا كده محتاجين بشكل رئيسي ان احنا نفهم المعلومه دي، ان احنا نعامل جسمنا ده، الجسم ده ربنا خلقه، يعني عايزين نفهم فيه شويه. الناس يعني الناس عاد يعني تيجي والناس تيجي لي قاعده تقول لك يا دكتور انا مش فاهم، طايق نفسي ازاي؟ مش طايق نفسك يعني مهما حصل يقول انا مش فاهم، طايق نفسي يا دكتور. اتفضلي. في مشكلة بس بتواجهنا اللي هو بسبب النحافة، ان احنا اصلا في الناس اللي هم رفيعين بيبقى عندهم مش قلة تغذية، هم مالهمش نفس للاكل، في فقدان شهية، فاحنا ازاي نعالج حاجة زي كده؟ عن طريق مثلا بنتجه للأدوية، ولا بنتجه لمثلا معظم في اكلات بتفتح النفس زي ما بيقولوا، فأي حل احنا حضرتك بتفضله؟ والله انا قلت بقوله باستمرار وبكرر فيه في كل الاماكن في كل المحاضرات وهكذا، بقول ان احنا محتاجين ان احنا ناخد كل العناصر الغذائيه اللي احنا عايزينها، الدهون والنشويات والبروتينات، ولازم برضه نعرف النسب بتاعتهم. النشويات محتاجين 50% من الوجبه، محتاجين 30% من الدهون اللي الناس اصلا بتمنعها، تقول لك لا ده الدهون ده دي هتسبب لي ضرر كبير جدا بيقولوا بتتعب المعده والكلام ده. بتتعب المعده، لكن الجسم الدهون دي حاجه رئيسيه في، يعني الجسم محتاج 30%، ما ينفعش ان احنا نقلل عن كده. هنقلل عن كده ايه اللي هيحصل؟ النشويات هتخش في الجسم وتتحول وياخد احتياجه ويخزنها برضه، يعني النشويات بتتحول في نهايه المطاف لدهون لو مش موجود الدهون اللي احنا عايزينها، فعشان كده تلاقي الشخص برضه بيتخن او الشخص ايا كان بقى في فاحنا ده احتياج يا جماعه، الطفل محتاج ده احتياجات لو قدرنا ان احنا نلبيها له تبقى دفعه قويه جدا الجسم يستجيب ويحصل زياده في الوزن. بس بنسب صح؟ بالنسب، ودي بتتحدد بالظبط من قبل بقى استشاره التغذيه. جميل. اللي هو بقى النسب دي بيوزعها، اللي هو 50% نشويات، 30% دهون، 20% بروتين. يعني بالنسبة لفتح الشهية، احنا حضرتك ما بتنصحش ان احنا مثلا نتجه للأدوية او الكلام ده، ممكن نستخدم حاجات طبيعية او اكل طبيعي بيفتح النفس؟ في حاجات بقى هقول لك شوية حاجات كده بسيطة ممكن تبقى دافعة قوية جدا ان احنا دي حاجة يعني مهمة جدا ان الناس كلهم في مشروبات، يعني مثلا لو اتكلمنا مثلا في المشروبات هنلاقي مثلا مشروب الحلبة، بس الحلبه ده صعب قوي يعني. يعني صعب صعب فعلا، يعني بالنسبه للحلبه ما بتحبهاش. في مثلا في الحلبه في البابونج، في حاجه اسمها البابونج تسمعنا، البابونج الكاموميل، في حاجه في طبعا اليانسون تتشرب يوميا قبل الاكل، يعني مثلا على انا بنصح يعني ان الناس تاخدها قبل الوجبات، يعني مثلا فطار غدا عشاء يبقى قبل كل وجبه ياخدها، دي هتبقى دافع قوي جدا ان هي تفتح الشاي. برضو محتاجين ان الوجبه يبقى فيها سلطه، مشكلة دلوقتي ان احنا السلطه دلوقتي مهملينها، السلطه دي فيها النكهه الطبيعيه اللي موجوده فيها بتزود من افرازات يعني اللعاب اللي تاهلك ان انت يبقى في فتح، يعني يبقى في شهيه مفتوحه. طب يا دكتور طب ما برضه بينصحوا الناس اللي بتخس ياكلوا سلطه الاول عشان يقفلوا. لا لا ما هي بالفعل، بس في فرق بقى، يعني احنا دلوقتي مثلا لو اتكلمنا في موضوع الميه واتكلمنا في موضوع السلطه، بالفعل كل الناس محتاجه ميه، محتاجه احنا قلنا الثلاث حاجات الاساسيه، محتاجين برضه فيتامينات، مالتي فيتامين بقى موجوده في الفاكهه والخضار جميع انواعها، الفاكهه ومحتاجين مينرال، يعني محتاجين معادن، احنا الجسم محتاج فيتامينات ومعادن ومحتاج الكربوهيدرات والنشويات والبروتينات والميه.
احنا لو قدرنا ان احنا نحط الست حاجات دول في الوجبه الرئيسيه في الوجبه بتاعتنا يبقى ده احتياج. بس بقى بتختلف بقى من شخص التخين والشخص الرفيع. الشخص التخين لا ننصح ان هو يشرب الميه قبل الوجبه. طب في حاجه مهمه جدا بالنسبه للميه، لان انا على طول ما انا باكل الميه جنبي فبيقولوا ده غلط. هل ده فعلا غلط ان مثلا اكل معلقه ومعاه ميه؟ بيقولوا ان هي بنملى البطن. كده فعلا وبيقولوا ان هي بتتخن وحاجات من دي. بس وفي ناس بتقول ان هي احسن. في انا اقول لكم بس اقول لكم الفيصل في الموضوع ده. هو الفيصل اللي الفيصل الفيصل في الموضوع ده ان احنا الشخص التخين محتاجين ان احنا نشرب الميه قبل الوجبه مثلا بربع ساعه ولا حاجه. دي هتبقى دفعه قويه جدا ان اولا حتى الهضم بتاعنا هيبقى كويس، الاكل بتاعنا هيبقى صحي، الاكل اللي احنا ناكله هيبقى هنستفيد منه هيتوزع في الجسم. فاحنا دي بالنسبه للشخص التخين. بالنسبه للشخص الرفيع او اللي هو عاوز يدخن ما ينفعش ان هو يشرب الميه قبل او اثناء، لان دي يعني بتخفف العصاره الهضميه او وبتبقى دافعه قويه ان هي تملى وتحسسك بالشبع السريع. عشان كده ننصح قبل للناس التخينه تبقى قبل البتاع تبقى قبل الوجبه. بالناس الناس الرفيعه يبقى بعد. عشان كده نوقف بعد يعني ما ينفعش خالص في الاكل. لا ما ينفعش قبل ولا في النص. مش ينفع ولا قبل ولا اثناء. احنا عايزين نشرب بعد. بعد ليه؟ علشان بنبقى عاوزين نوسع الاوعيه الدمويه بتاعتنا علشان تقدر اللي هي تاخد كميات اكل اكتر، الاكل يتوزع بشكل كبير. والميه دي هي اللي بتوزع علينا العناصر الغذائيه لكل خليه من خلايا الجسم. فاحنا محتاجين الميه دي احتياج. بس بالنسبه للشخص نعرف نتكلم بقى في نقطه برضو مهمه. انت طرحت نقطه مهمه جدا اللي هي شرب الميه. شرب الميه ده نعرف انا اعرف احتياجي من شرب الميه ازاي. انا دلوقتي اقدر اقول انا احتياجي من شرب الميه. احنا كده عرفنا احتياجاتنا الاولانيه اللي هي الكربوهيدرات والنشويات البروتين. نقدر ان احنا نعرف بقى احتياجنا من الميه ازاي. ان انا بوزني عن طريق الوزن اقسمه على رقم 8. ده معادله يا جماعه. الوزن الكلي على رقم 8. الوزن الكلي بالكيلوجرام على 8. اللي بيطلع بقى الناتج اللي بيطلع ده عدد كوبايات الميه اللي المفروض تشربها يوميا. ما ينفعش تقل عن كده. ما ينفعش تقل عن كده. لو قلت عن كده يبقى انت كده ما خدتش احتياجاتك من الميه. كويسه جدا يعني. بس بقى زي ما قلنا اللي هنشربهم بالطريقه. هل انت شخص تخين او شخص رفيع؟ شخص تخين يبقى انت خلاص عرفت انت هتشرب ازاي، وهتشرب قبل الوجبه، هتشرب بعد الوجبه بالنسبه للشخص اللي عايز يزيد او يزود وزنه. للاسف فقره حلقتنا خلصت يا دكتور. احنا استفدنا كتير من حضرتك، واتمنى ان يكون معانا ان شاء الله في حلقه تانية عشان نستفيد اكتر وكل الناس اللي بتشوفنا تستفيد. كده خلصت فقرتنا. استنونا في حلقه جديده من برنامج قمر 14.